لمتابعة الأخبار وكواليس النجوم زوروا موقع كلاكيت الفني www.clacketnews.com. لا لا ده اسمها اغاني مهرجانات، انت قلت من الاول اغاني مهرجانات، يبقى ما تجيش تحت الاغاني الشعبيه خالص. والله موضه زي ما قلت ان دي موضه، وكل موضه وليها وقتها، وكل موضه وليها في اي حاجه يعني. لو موضه لبس كل موضه وليها اللبس بتاعها، كل اكله وليها الاكل بتاعها، الموضه في الاكل، كل موضه وليها الاكل، وكل موضه في المزيكا ليها السميع بتاعها. انا اقدرش على السوشيال ميديا بتقول ان احمد شيبه امتداد لحضرتك في الاغنيه الشعبيه. ربنا يكرم كل واحد ويقدم، بس المهم الحفاظ على الاغنيه الشعبيه بس. فنان السينما وحقق الفيلم برضه نجاح، لكن حضرتك ما حبيتش برضه انت تكمل في السينما، ايه السبب؟ علشان مش عايز اسيب مكان اللي انا مميز فيه ده، اللي انا بغني والناس حباني فيه، واروح مكان 30,000 واحد غير المميزين فيه. طب وانا اسيب مكاني ليه اللي انا مميز فيه؟ ابقى احافظ على المكان اللي انا فيه. تطورات الحاله الصحيه للشارع عملت ايه؟ انت واقف من بدري يا عم، انت مخوفني بالعضلات بتاعتك. قلت قول لي تاني بتقول ايه؟ تطورات الحاله الصحيه للشارع عملت ايه؟ عمل دلوقتي في المستشفى، وانا امبارح كان المفروض اروح له، بس كان عمر ابني بيتخرج من المدرسه بياخد الشهاده الله يبارك فيه، فالمفروض ان انا بعد اللقاء الصحفي بتاعكم ده المفروض ان انا هروح له النهارده بالليل. هو تعبان وفي غيبوبه سكر بقاله دلوقتي 3 ايام طبعا في العنايه المركزه، وممنوع عنه الزياره من ساعه ما دخل المستشفى. فطمن دلوقتي بالتليفون لو في زياره ليه اكيد هروح.